السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيوخ القبائل فيهم خير، وعيان القبائل فيهم خير، والنواب والعراف من الرجال والمسؤولين اللي يصلحون الناس ويحاولون الإصلاح. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن عفا وأصلح فأجره على الله. وهناك رجلين نذروا جل وقتهم في السعي الدؤوب في خدمة الناس، في صالح الناس، في صالح من جاهم، يبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى. وأنا لا أقول أنهم أكثر سعي من غيرهم، ولكن أنا أشيد بالأثنين، وهم الرموز قحطان، و بالمناسبة أخوان، أبناء رجل واحد وضباط في نفس الوقت والشيوخ وعراف، ولهم باع طويل في العلوم الغانمة، في الكرم وفي الفزعة وفي النخوة، وأكثر مما أقول فيهم. وقلت فيهم بيتين، قلت فيهم 10 أبيات، معليش أحيانا يخوني التعبير، فيهم تقريبا 10 أبيات، وهم الشيخ فالح ابن خرزان آل سفران الخنافر، وأخوه الشيخ شالح ابن خرزان ابن سفران الخنافر. أقول: ما دام فوق الأرض يمشون الأثنين فالح وشالح كاسبين الجمايل، شجعان كرمانا على العسر والليل، وعوارفا وقت الرخا والصمايل، رباه مخريزان سعد المخلين على المروه واتباع الفضايل، مقد مجموع مفلقه تقضي الدين، سطر لها التاريخ مجد الاوايل، خنافر تعرف من اول وهالحين، اهل الوفاء ومروضين الاصايل، في قمه الامجاد ربع السفارين، زبن الدخيل اليزم الضد عاين، وليعتلوا من فوق مثل الشياهين، يردون حوض الموت ورد الغلايل، أمدح للوقفات ربع مديحين، أفعال وأقوالا عليها دلايل، والمدح دون إثبات ما له براهين، سراب صيف مع سموم القوايل، من دون قاصر في الرجال الوفيين، والعذر من الأجواد والشك زايل. أنا أعتذر وأكرر عذري من العوارف ومن اللي فيهم خير، ولا على حد زود، وفالح وشالح غنيين عن التعريف حقيقة، ولكن أنا مما أكون لهم من محبة وتقدير حبيت أقول هذه الأبيات تقدير لمساعيهم. ما تنقطع مثل النهر الجاري، الله يبيض وجيههم ويبيض وجيه من يسعون سعيهم، ويحذون حذوهم من شيوخ القبائل ومن عيان القبائل ومن عوارف القبائل ومن الرجال اللي فيهم خير. أخوك من شبب ابن محمد الدويب الفهري القحطاني.